بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لازلنا في هذه الحلقات نرد على الشبه اللي بتثار حول الطعن في السنة النبوية المطهرة، واللي بيقوم أصحابها متعمدين أو حتى غافلين إن بالتكذيب الحقيقة بالسنة، وما ذلك إلا تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل الشرك وقفوا أمام الوحي الشريف ولم يصدقوا بل كذبوا، فهناك بعض من المنتسبين، يعني هناك بعض من المنتسبين إلى الإسلام قد وقعوا في تكذيب الوحي الشريف حينما أرادوا أن ينالوا من سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سواء بالطعن في السنة أو بالتقليل من شأن السنة أو بدعوتهم إلى إهمال السنة أو بإثارتهم لكثير من الشبهات الكاذبة حول السنة النبوية المطهرة. والحقيقة وقت ما أثير هذا الموضوع، الشبهات التي أثاروها، كان ده صادف وقفنا في التفسير الموضوعي عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وإحنا ماشيين في رحلتنا في التفسير كنا واقفين عند قضية تكذيب المشركين بالوحي، وأثيرت قضية الشبهات ساعتها ضد السنة النبوية المطهرة، فتوقفنا قليلا في رحاب التفسير الموضوعي لسورة الحج، وقلنا نعيش شوية من خلال هذا التفسير وقضية التكذيب بالوحي إن إحنا وقفنا قليلا في رحاب مع رحاب السنة النبوية المطهرة، عشان نشوف بعضا من الجهد المبذول في عناية المسلمين بالسنة النبوية المطهرة. وده كان ظاهر واضح جدا منذ أو من عصر النبوة الشريف إلى وقتنا الحاضر. ومن حفظ الله تعالى لسنة
حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أنه قيد للسنة رجالا ونساء أطهار من الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين إلى العصر الحديث بتسير السنة عبر تلك الأجيال المتعاقبة في عملية ازدهار علمي دائم ابتدأت وابتدئت منذ عصر التأسيس وهو الزمن النبوة الشريف وانتهاء بعصرنا الحاضر وإلى أن تقوم الساعة. وممن تلقى السنة بالحفظ والفهم والتعليم التعلم والتعليم كذلك أمهات المؤمنين اللي شاركنا في تعلمها وتعليمها للمسلمين رضي الله تعالى عنهم. وإحنا كنا تكلمنا قبل كده ترتيبا كده خدنا عن دور أمهات المؤمنين بدءا بالسيدة عائشة لأنها كانت يعني محدثة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها، أكثر نساء النبي تحديثا بالحديث، ولها وكانت عالمة فقيها جليلة رضي الله تعالى عنها. ابتدينا بستنا عائشة، ثم ستنا أم سلمة، ثم السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، وكل دول شفنا أدوارهم وجهودهم في رواية الحديث الشريف، ومش بس النقل دون الفهم، لا ده بدا لنا جليا من خلال المرويات وان احنا بنقف معاها انهن رضي الله تعالى عنهن يعني كانوا بيتلقوا الحديث بالفهم ويفهموا ويتدبروا المعاني، وليهم آرائهم الفقهية وليهم آرائهم في التفسير، ومش وقفوا بس عند مرحلة التلقي والتعلم، بل كذلك كنا معلمات رضي الله تعالى عنهن للناس جميعا، وكان لهن دور بارز في حفظ السنة النبوية المطهرة. اليوم هنتكلم، وأول ما هنتكلم عن بعض من سيرة السيدة أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كده إحنا ماشيين بالترتيب العلمي مش الزمني، الترتيب العلمي، لأن إحنا خدنا أكتر حد حدث عن رسول الله ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد كده خدنا بقى تبع ستنا أم سلمة، ثم ستنا ميمونة، ثم ستنا أم حبيبة، وهي رملة اسمها كده الكنية بتاعتها أم حبيبة، عندها بنت اسمها حبيبة من الزوج السابق اللي كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اسمها الحقيقي رملة، رملة بنت أبي سفيان ابن حرب. وطبعا أبو سفيان معروف أنه كان زعيم مكة وكان قائد مكة، وهي كمان ستنا رملة أو أم حبيبة هي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، كانت يعني رضي الله تعالى عنها زي ما قلت لحضراتكم قبل زواجها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عبيد الله بن جحش، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها له بالحبشة سنة 6 للهجرة، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، زوجها إياه النجاشي ومهرها 4000. الحقيقة قصة زواج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة شيقة ولطيفة جدا. وقبل ما أتكلم وأشير إلى قضية رواية الحديث، حبيت أن احنا نسترجع القصة لأن فيها ملامح قد إيه جميلة ومبهجة للنفس وطرائف في هذه القصة. إنه القصة كانت إنه أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة ستنا أم حبيبة، وكانت ساعتها في الحبشة، وبلغ بذلك النجاشي، وأرسل فعلا إليها النجاشي مع خادمة له، الخادمة الخاصة بتاعة النجاشي اسمها أبرهة، عشان يخطب ستنا أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية أبرهة لستنا أم حبيبة: يقول لك الملك، تقصد النجاشي، وكلي من يزوجك. يعني النبي هي وكلت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلت خالد ابن سعيد ابن العاص فوكلته، وبعد ما جالها الخبر السعيد ده حبت تكافئ هذه الجارية اللي اسمها أبرهة الحبشية، فأعطت لها سوارين من فضة وخدمتين، وادتها كمان خواتم من الفضة كانوا بيلبسوها في أصابع الأرجل، ادتها كل
الذي معها سرورا بما بشرتها به الجارية. فلما كان العشي كما ورد أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين، قال لهم تعالوا احضروا لأن دي مناسبة هو لازم هيقول فيها كلمة والنبي كلفه بأمر يعني. فحضر الجميع وخطب النجاشي وقال الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليهما السلام. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي. النجاشي بيقول في جمع من الصحابة اللي ندلهم وهم في الحبشة، قال لهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا على طول سارعت بطلبه بتنفيذ طلبه. وبيقول وقد أصدقتها، اديتها المهر بتاعها اللي هم 4000 اللي زي ما جاءت بها الروايات، وكان مهر كبير وكان أكتر مهر مهرت به زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن جميعا كان لستنا أم حبيبة. وبعدين جاب الدنانير النجاشي وسكبها بين يدي القوم عشان يشهد القوم على إن ده مهر ستنا أم حبيبة. قالت أم حبيبة فلما وصل إلي المال، المهر بتاعها بيدهولها، فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة. أبرهة دي الجارية بتاعة النجاشي، الجارية الخاصة بتاعته، الخادمة الخاصة بتاعته. أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ. أنا اديتك اللي اديتهولك بقى من الأساور والخلخال والخواتم الصوابع القدم، لأن أنا بتقول لها أنا أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي، فهذه 50 مثقالا فخذيها. لا خدي بقى، طالما وصل الفلوس المهر بتاعي هي عايزه تكافئها لانها بشرى انه يتزوجها سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام، فقالت لها فخذيها فاستعيني بها. فرفضت، ابت واخرجت حقا، حاجه كده شايله فيها تشيل فيها الحاجه، فاخرجت حقا وطلعت الحاجه اللي اديتها لها قبل كده ستنا ام حبيبه، فردت ذلك كله عليها وقالت عزم علي الملك ألا يعني إن أنا أخد منك شيء، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه. هي المسؤولة عن التوب بتاعه وعن العطور بتاعته، وهو قال لي إن أنا ما أخدش منك حاجة. وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله سبحانه وتعالى، وقد أمر الملك. وهي بقى بتحكي لها الجارية، بتحكي لستنا أم حبيبة إنه أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت ستنا أم حبيبة بتقول فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد، كل دي أنواع من العطور الطيب الراقي جدا القيم جدا. فبتقول هو أمر كل النجاشي أمر نساءه بأنه يرسلنا بيجهز ستنا أم حبيبة عشان يبعتها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع جهازها. وهي بتقول أنه النبي كان بيشوف في الحاجات اللي أعطوهاني دي لما راحت للنبي بعد كده، فكان يراه علي وعندي فلا ينكره صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ستنا أم حبيبة لأبرهة الجارية، يعني قالت أبرهة لستنا أم حبيبة بعد ما عزمت عليها تاخد 50 مثقالا، فأبت الجارية وقالت إنه الملك عزم عليها إن هي ما تاخدش منها حاجة، فرجعت ترجع لها الحاجة، وكمان رفضت تاخد 50 مثقالا هذا المال اللي عرضته عليها ستنا أم حبيبة، تسرها كما سرتها بهذا الخبر السعيد بطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها. وقالت أبرهة الجارية لستنا أم سلمة فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت السيدة أم حبيبة بعد ما قلت لها بعثت
معاها بتحية لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي بتوصف طريقتها معاها، فبتقول ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني، جهزتها الجهاز بتاعها يعني، وكانت كلما دخلت علي تقول لا تنسي حاجتي إليك. قالت فلما قدمت، ستنا أم حبيبة تقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما أخبرتني به، وأخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي الجارية أبرهة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأته منها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. لما بعث النجاشي بالسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان الجهاز بتاعها معاها، كل جهازها كله من عند النجاشي، فلا يوجد الحقيقة تيجي تقرأ في السير لا تجد يعني، أو لا يوجد في نسائه صلى الله عليه وسلم من هي أكثر صداقا منها، كانت أكثر واحدة، أكثر مهر كان مهر أم حبيبة، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، لأنه النبي بعت يخطبها وهي وكلت من وكلته للقيام بالعقد في شهود وجود النجاشي، وهو اللي أخبرها بما أرسل به إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المواقف دي في إنها توكل وإنها إنها تتجهز وإنها تنتقل من مكان للتاني، وكل هذه المواقف عاشتها أم المؤمنين السيدة أم حبيبة، وكل ده علم، تفاصيل الحياة دي بعد ما جت، وبعد كده لما راحت، وبعد كده لما دخلت بهذا الجهاز، كل ده تعليم للأمة من خلال يعني الحياة الكريمة التي عاشتها السيدة أم حبيبة وغيرها من نساء النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشان كده روت أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث عدها بقي ابن مخلد فوجدها حوالي 65 حديث. قامت السيدة أم حبيبة بدورها في طلب العلم، نساء النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل نساء النبي طلبنا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بدور خطير في طلب العلم وتعليم العلم للناس جميعا. ده بجانب الحياة اللي عاشوها، السيرة بتاعتهم ناضحة، معاني عاشوها، المعاني دي كانت ترجمة فعلية للسنة وللقدوة الحية ما بين الصحابة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دونوها في الصدور والسطور. ستنا أم حبيبة لها دور عظيم في تعلم الحديث وتعليم الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى. ورضي الله عن أمنا السيدة أم حبيبة وأرضاها، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين، اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون. مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. أرجو بس أن احنا السادة المشاهدين يكون في حذر شديد في التعامل مع الصفحات اللي بتبقى منتسبة أو يقال أنها منسوبة إلي، طبعا منسوبة إلينا زورا وبهتانا، الصفحات اللي بتتقول عن أقاويل أو بتقول أراء على لساني، وأنا من كل هذه الصفحات براء، فأرجو شدة الحذر في التعامل والتأكد من سواء الصفحة الشخصية أو الصفحة الرسمية. وإحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بتكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول يعني نجيب على أغلب الأسئلة خلال الحلقة أو في أقرب حلقة. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وبنعرض كمان يوم الأربعاء فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. لو حضراتكم تتذكروا احنا خلال شهر رمضان المبارك كانت الفقرة يوميا، بنعيد الفقرة بالترتيب خلال كل أسبوع، يعني خلال من رمضان إلى رمضان بناخد فقرة كل أسبوع بتعرض بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين به. احنا ماشيين من سورة الناس فصاعدا، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول والفتح. معانا أستاذة علياء. السلام عليكم دكتوره ناديه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بحبك جدا، ربنا يوفقك ومتابعك على طول. امين امين اجمعين، اتفضلي. كنت عايزه سؤالين في حضرتك. معاك يا فندم. اول سؤال الصلاه الناريه. ايوه. وعايزه اعرف صلاه قضاء الحاجه. حاضر، ربنا يوفقك يا دكتوره ناديه. يا رب. امين اجمعين يا رب. شكرا شكرا استاذه ساره. يا أستاذة سارة. طب أستاذة مها. أيوة فهمت. أستاذة مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. دلوقتي أنا يعني إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، مش عارفين نتصرف فيها إزاي. عندنا بنت أختي هي مطلقة ومها أولاد. جات من فترة كده هوت اتعرفت تقريبا على واحد أو كده واتجوزوا، طبعا جواز غير شرعي، وهو يعني مشي ما نعرفش عنه أي حاجة. يعني حتى هي ولا يعني ولا رجع تقول على اسمه ولا أي حاجة، يعني ما نعرفش عنه حاجة، يعتبر غير شرعي يعني. غير شرعي يعني حضرتك تقصدي عرفي يعني؟ لا ولا حتى عرفي، لا بطريقة غير شرعية. لا يبقى ما اتجوزتش اصلا. يعني كانت عارفه واحد وغلطت معاه. تمام. المهم ان هي دلوقتي حامل وخلاص هتولد، ومحتارين طب هل الطفل اللي هو هيجي ده، طبعا استحاله ان هي هتواجه العيله بيه وكده، فمش عارفين هنعمل مع الطفل ده ايه. هل لو احنا دلوقتي مثلا وديناه في دار رعايه هيبقى في حرمانيه علينا؟ يعني لو حد ساعدها بعد ما تولد ووديناها في دار رعايه هيبقى في حرمانيه علينا انا يعني اللي هساعدها، ولا هي مش عارفه بصراحه. طب وهي ما قالتلكمش اسمه ايه ولا وضعه ايه، ولا مالها هتروح تدون الاسم ايه؟ يعني ده مشكله كبيره. ايوه طبعا طبعا. هي المفروض ان جوزها يعني طريقها المفروض تصارحكم عشان تشوفوا الاخ ده ولا تكلموه ولا هتشوفوا تعملوا ايه. ما هي بتقول حته عدم المصارحه دي، ما هي حضرتك بتقول لو يعني لو الحل في ايده. انا مش عاوزه الحل ده، يعني هي حتى رافضه ان هي مثلا تتكلم معايا او حاجه. طيب انتوا مش عارفين تعملوا ايه في قصه هي في الشهر الكام؟ خلاص المفروض ان هي كمان 15 يوم تولد. تمام. هل في حرمانيه مثلا لو احنا ساعدناها؟ ساعدتوها في ايه؟ دار رعاية، ان احنا ودينا مثلا الطفل دار رعايه، وهل هيقبلوه فعلا؟ ولا على اساس ان هو هيبقى ليها هيبقى ليه ام وكده؟ تمام.
نسأل الله الفتح والتيسير. أستاذة أسماء، يا أستاذة أسماء. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تمام. أنا عايز أسأل بس سؤال لو سمحت، معلش. تفضلي تفضلي. طيب، هو دلوقتي جوزي شغال بس بيتاجر في سجاير. بيتاجر في السجاير وعايز يطلعنا عمرة. بيتاجر في السجاير بس ولا حاجات السجاير وحاجات تانية؟ لا، سجاير. هو شغال أمني يعني، وبيتاجر الشغلة بتاعته سجاير. سجاير بس. فانا هو عايز يطلعنا عمرة، وانا مش مستريحة نفسيا كمنه بيتاجر في سجاير يعني وكده. بس هو يعني عنده شغلانة تانية غير السجاير. هو حارس امن. نعم، حارس امن. تمام، بيتاجر في السجاير ريحة. وعايز يطلعك عمرة. حاضر. وانت مترددة تقبلي يعني؟ ايوه انا مترددة. فانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة. وانت سبق ليكي عمرة ولا دي اول مرة؟ لا، دي لسه اول مرة ليا. حاضر، شكرا. استاذ محمد. يا فندم اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، انا كان ليا سؤال. والدتي توفت يوم 28/7، دي النهارده بقى لها 21 يوم. لغايه الان صورتها معايا، لغايه الان كل ما ازورها كل جمعه عايز اعرف. بيقول لك ان الميت بيحس اما بنروح يوم الجمعه، لكن لما تبكي ما يشوفكش، بيبقى متضايق. معلش تاني يا استاذ محمد، يعني حضرتك من يوم ما توفت حضرتك بتقول صورتها معايا؟ معايا على طول. يعني هي على طول في مخيله حضرتك، يعني انت مش منامي حتى. لما اكون نايم احس بيها، اقوم اصلي احس بيها انها معايا. اما بروح لها يوم الجمعه احس انها معايا قدامي. اقرا لها القران واقرا الادعيه. الحمد لله يا رب دايما بشوفها في حاجات كويسه. على قد ما بقدر بقول يا رب اكون ولد صالح لها والأبوية الله يرحمه. آمين. عشان آمين. يتقبل مني. امين يا رب. اللي بقدر اعمله واعمله بعد صلاه الفجر لها كصدقات. عن طريق ماي فوري بعملها. هي على طول في بالي دايما. لما بروح الجمعه ببقى مرتاح جدا جدا. يعني انت لو ما رحتش تزورها بتتضايق، لما بتزورها بترتاح جدا. واما اتاخرت يوم الجمعه عليها بقيت اتاسف لها، بقيت اقول اسف يومي اتاخر عليها. ربنا يشرح صدرك ويربط على قلبك يا رب. يا رب ربنا يشرح صدرك ويربط على قلبك. ربنا يشرح صدرك ويربط على قلبك. ربنا على وسطها يا رب. ودعوتك لها لان هي كانت تعزك جدا يا دكتور. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها، واغسلها اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. شكر الله لكم. أستاذة هدى. أستاذة هدى، سألتي مستحبة ولا؟ أي أستاذ محمد، معذرة أنا بحسب حضرتك قفلت. تمام، حضرتك بتتكلم عن فكرة الزيارات والصدقات. تمام أستاذ محمد. ياسمين، فين الأستاذ محمد؟ طيب طيب، معانا الأستاذة هدى. أي دكتورة، أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، أنا سؤالي دلوقتي إني أنا يعني أنا بستلف من والدتي فلوس، وأنا من زمان بستلف منها وبستلف. يعني أول مرة استلفت منها قالت لي أنا هاخدهم منك بزيادة. أنا وافقت أنا وزوجي بحسن نية وردتهم لها بزيادة، والمرة دي برضو أنا بستلف منها، هي مش عايزة بزيادة، بس هي كل مرة بتسلفني بجد كأنها حاطة طوق حديد حوالين رقبتي. دي مين دي؟ والدتك؟ والدتي. وبتبقى يعني خلاص احنا متفقين مثلا هتاخد الفلوس دي بعد سنة، وأنا بجد فعلا محتاجاها. وجت ما بقالناش شهر دلوقتي وهي عايزاها. أنا استلفتها عشان هنقل من بيتي، صاحب الشقة عايزة وهمشي منه. فبجد الموضوع ده انا تعبني جدا، وبتعامل معاها بفضل امتص بغضبي عشان بس ما اقولهاش كلمه. ابقى ايه يعني؟ هي برضو الفلوس دي هترجعيها لها بالزياده؟ لا، المره دي قالت لي لا انا هاخدها هي هي. هي اصلا بتقعد تسلف الناس كده ولا هو ده معاك؟ لا لا، هي معايا انا كده مع اخويا، هي بتديله من غير حساب وما بتاخدهمش مني. لكن هي معايا لازم بقى ايه، لا انت كذا، لا انا عايزه فلوس، انت ما حدش بيديكي حاجه، انا اللي بديكي، انا اللي بعمل كده. طيب سؤالك تحديدا يا هدى، انا دلوقتي انا ارجع لها الفلوس
بتاعتها واضيع بقى بقيت اللي هعمله في بيتي ولا اعمل ايه؟ مش ممكن اللي هتعمليه في بيتك ده يتأجل شويه، يعني اقعدي في البيت وبعدين يبقي كمليه. نعم، هو الراجل مديني مهله شهرين وياخد البيت. طيب، يعني انت دلوقتي انها انتوا كان بينكم اتفاق انها تسلفك المبلغ وانت واتفقتي معاها امتى تسدديه، وبعدين هي رجعت في هذا الاتفاق، فانت بتقولي اديه لها ولا لا؟ لان انا بتعب نفسيا من ذلها ليا. ربنا يهديها ويصلح حالها ويرزقك برها، حتى وان وقعت في عقوقك فانت ربنا يوفقك لبرها، اللهم امين. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل نسأل الله ان يفتح وييسر ويلهم الخير. ألقاكم بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة علياء كانت بتسأل قبل الفاصل عن الصلاة النارية وصلاة قضاء الحاجة. الصلاة النارية احنا كنا قبل كده في ردنا في حلقة رد على الأسئلة بتفصيل شديد في اللي بينكر على البعض ان هو بيقرأ او من ضمن أوراد الصلاة النارية. الصلاة النارية هي صيغة من الصيغ اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بيها على بعض عباده ونصها اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه أجمعين، اللهم أمين. لا حرج فيها، وليس فيها ولا في نصها ما ينكره الشرع، ومش كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش بينكر أو ننكر على من فتح عليه بشيء إنه هو يعملها. دي أنوار ربنا بتقود إلى مزيد من الأنوار، فنرجو إن احنا ما ينكرش البعض على البعض إلا بدليل واضح، وترك فعل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وترك هذه الصيغة بذاتها ليس معناه مطلق المنع، طالما إن الصيغة نفسها يعني سليمة ليس فيها شيء. بالنسبة لي صلاة الحاجة هي صلاة الحاجة هي صلاة الإنسان بيصليها بيتوجه بصلاتها لقضاء الحاجة، وجمهور الفقهاء على إنها مستحبة، وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أنت ما صليت بعد كده تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الإنسان بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي علمنا إنه من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن وليحسن الوضوء، ثم إنه ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في صلاة الحاجة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي يا مولاي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فنتوجه بها بهذا الدعاء. الإنسان لما بيتوضى بيخرج من ذنوبه، وإذا عقل هذا المعنى في قلبه، فإذا ما امتثل بالصلاة بين يدي الكريم سبحانه وتعالى فهو يناجي مولاه ويذكر الله: وأقم الصلاة لذكري. فإذا فرغ من صلاته وهو في هذا وعلى هذا الحال الشريف يصلي ويسلم على حضرة الحبيب المصطفى بعد الثناء على الله تعالى، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر بما ورد من أنواع الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يوجه العباد إلى ضرورة سؤال الله كما أخبرنا وعلمنا: من لم يسأل الله يغضب. الله يريد من عباده أن يفتقروا بين يديه وأن يسألوه من خير الدنيا والآخرة، وألا يعتد الإنسان لا بقوة ولا بسلطان ولا بمال ولا بأي شيء، إنما يعتد بثقته في الله سبحانه وتعالى
وبطلب أنه عبد فقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وده قمة العبادة اللي بتكون من العباد لمولاهم. فاللهم اجعلنا من الموفقين والموفقات، اللهم أمين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بالنسبة للسؤال الخاص بالست مها، ليهم بنت أختهم دي طلقت وبعد كده تعرفت على واحد وارتكب معها المحظور وكان هناك هذا الحمل، وبعدين بتقول هي قربت تولد واختفى هذا الذي كانت تعرفه، وهم دلوقتي بتقول يحرم علينا ان احنا نساعدها، انها يحرم علينا ان احنا نساعدها فندفع بها انها تحط في دار ايتام. وفي الاوضاع اللي زي دي برضو لازم نرجع لقانوني من ناحيه توفيق اوضاع هذه بنت اختكم، وما دامت الام معلومه فهي الاولى، يعني ما دامت الام معلومه فالاولى ان احنا ما نتخلص منه في دار رعايه، ونسال الله سبحانه وتعالى لها ان يغفر لها ويرحمها. ولا مانع برضو من ان احنا نطلع على دار الافتاء لبيان الامر بشيء من الدقه اكثر من ذلك يا صاحبه السؤال. بالنسبه للاستاذه اسماء، زوجها بيبيع سجاير وهو حارس امن وبيتاجر في السجاير، هو عايز يطلعها عمره وهي مش عايز تطلع عمره عشان تجارته في السجاير، ترفض العمرة ولا تقبل العمرة؟ لا بأس بذلك أنك تقبلي العمرة منه تقليدا، يعني اتباعا أخذا برأي من رأى من العلماء عدم حرمة الدخان، بعضهم وقف عند الكراهة، كراهية التدخين، فأخذا بهذا الرأي ممكن وتقليدا له يمكن حضرتك تطلعي العمرة. الأستاذ محمد توفيت والدته، من ساعة ما توفيت وهو في حالة يعني صعبة، وعلى طول هي قدامه بيشوفها، فهو بيتكلم أنه على طول بيحب يروح يزورها، فهي بتشعر، الميت طبعا يشعر، بدليل إحنا لما بنروح بنقول السلام عليكم، فبنتكلم السلام والتحية والخطاب لمين؟ السلام عليكم يا أهل القبور، أو السلام عليكم يا أمي ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أكلم من لا يسمعني؟ لا، بيسمعني، فالميت بيشعر بمن يزوره. فإذا كان ذلك يريحك وإنت بتروح للاعتبار والاتعاظ وأن هذا هو المآل الذي سينتهي إليه الجميع فلا بأس، وتقرأ لها وتذكر قدر الطاقة بالاعتراض، والصدقة اللي حضرتك بتقوم يعني تهب ثوابها إلى والدتك يصل ثوابها إن شاء الله، وكل أعمال البر ينتفع بها المتوفى. وزادك الله أخي الفاضل حرصا على الخير، لكن ما حبس نفسي في دائرة في هذه المشاعر، أمر طبيعي، دي أم، ما فيش بعد هذين في الدنيا هما الرحماء الأب والأم، طبيعي أن هتبقى فيها المشاعر، لكن أنا أتقوى بالله سبحانه وتعالى وأجدد المعنى المعلوم أننا جميعا إلى هذا المصير سنؤول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة، اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا الفاضلة الأستاذة هدى اللي والدتها بتسلفها بزيادة، يعني تستلف من أمها المبلغ ترجعه لوالدتها بزيادة فيه، وبعدين أخيرا هي سلفتها من غير زيادة ورجعت في كلامها عايزة تاخد الفلوس. طبعا القرض الحسن اللي هو أنا أقرض ألف خدهم ألف، ده من رفق المؤمن بأخيه مطلقا، فما بال الأم، من باب الرفق المؤمن بأخيه إن أنا أقرض قرضا حسن، ما أضغطش على اللي قدامي أكتر ما هو مضغوط فأضغط عليه فيحمل هم الدين، وفوق هم الدين الزيادة اللي أنا بزودها عليه. الزيادة اللي الوالدة دي بتزودها ممنوعة، ولو اشترطت ذلك عليك لابد من الاستغفار، وان انا لو عندي مسار تاني، يعني الا لو انت اضطريتي لهذا الامر، لو عندي طريق اخر يبقى من باب اولى، لانه نهى النبي عليه الصلاه والسلام كمان ان يحمل الانسان نفسه فوق ما يطيق، الحاجه اللي ما اقدرش، ليه احمل نفسي حاجه انا مش هقدر عليها. بالنسبه للقرض اللي هي اديتهولك دون زياده فيه وفاجئتك برغم فيه اتفاق، ان كان في استطاعتك ترديه لها رديه، اذا ما كانش توصلي معها لك انك انت تقولي لها في الميعاد اللي انا اتفقت معك عليه، لانك انا دفعته
المال دلوقتي ليس بين يديه، فانت شوفي الامر واقلهم يعني صداما مع الوالدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فرجا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.